تلتقون في هذه الحلقة مع حيلك يابا، ده انا المعلم رضا. اخلاق المعلم كانت بتلازمه. هيد ابو الهدد ما يروحش لحد ابدا. الملابس بتاع ادواره عند ترزية مخصوصين. واجب، يلا نجرب وتابع الشغل. اسبوع لكن دي مش اصولي يا جماعه، انا وشغلي. او ماله، اتفضل ارتاح. في اللحظه دي تخيل ان ابواب المجد والشهره والسينما والاستوديوهات هتفتح لي. وده جدي نفرتوتو. المعلم رضا ما كانش عنده قرش. الهروب صعب يا سلطان. الشاويش حسين ابو حسين المنياوي من المنيا. عايز اقول معلومه، ان الكرش اللي اتعمل للفنان محمد رضا كان كرش اصطناعي. تشاهدونه في الأوقات التالية.